كان كانسر. هي انا السكري جاني 3 اشهر. ها كي كان عندي 3 اشهر كنت ريجيم، ها ما ناكلش ريجيم، عندي ما ناكل والو، ناكل الخبز القمح فقط وما ناكلش هذو الحاجة تاع الخضر. دوكا راني في 2 اشهر بقيت ريجيم، بصح دوكا ولات نحب ناكل. اسكو شحال باش نبدا؟ لازم يفوتش غرام 20؟ الور ساعتين مر الماكله، ايه ما لازمش يفوت غرام 20. كتري كتري الالياف في بدايه الوجبه خضر وكولي ما يشدوهاش خلاص، ما عندك ما سؤال يعني. شدوهاش، تفضل حتى نفيدوها، تفضل. وكتري كتري الالياف في بدايه الوجبه. ما تشربيش المشروبات المسكره، ديري شويه نشاط، وكولي خاصة النشويات اللي نسبة السكر تاعهم ضعيفة، مثلا وهذه تضربوها في انترنت تلقاوها. كوم عدس كما دائما نقول لكم، وما تتبعوش اي ريجيم، نو هذا خطير. نو، عدس لوبيا حمص جلبانة فول، حيدي القمح لها لي غاز وهي اونسانت، نو، ما كي تاكلهم يديرولهاش. كي تفضل. تاكلهم مع الغداء، كي تبدا بسلطة ما يصرحتش. خلاص هي تخي بيان. هيئة الأرضية. اوكي وش كنت راح تقول لي؟ وش سقسيتني؟ قلت لك لا لا عليها هي، قالت لك خديت الريجيم تاع ما ناكل غير الخبز اللي ربما وما ناكلش هذوك، هذا خطير بروتينات، هذا لازم عليك. تاكل البروتينات تاني. بالك هذا والريجيم اللي اللي تاخذه بالك تاخذه مع حد مختص، ماشي هذيك هكذا لي 3 انترنت موا دارت ريجيم، بالك هذاك تاع الجنين اوكي. هم يديروه نو جاي، بس زعما باش تجيب الطفل كاينه. بوغ شوازيغ لو سكس، يعني باش نشوفوا نعم الجنس تاعو. اكزاكتومون، نظن بالك تهضر على هذاك لو ريجيم ممكن.